من ضمن أهم الأسباب دكتور سعيد فكرة العقوبات والأموال المجمدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، الأموال الأفغانية المجمدة، إلى أي مدى هذا العامل بالتحديد يمكن أن يكون سببا في إنعاش الاقتصاد الأفغاني إذا حل، يعني إذا رفعت أمريكا العقوبات وإذا فكت الأموال المجمدة تكون أو تساهم بشكل كبير في إنقاذ الشعب الأفغاني من هذه المأساة؟ أنا كما قلت لكم وحددت لكم العوامل الأساسي للأزمة الاقتصادية الأفغاني، طبعا العقوبات التي يعني وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية على أفغانستان وتجميد الأصول الأفغاني من أموال البنك المركزي تعتبر من أبرز الأسباب لهذه الأزمة. أنا يعني أعتقد بأن رفع هذه العقوبات الاقتصادية ورفع هذه العقوبات من البنوك الأفغاني ستفتح مجال التجارة. أفغانستان كما قلت لكم قبل ذلك تركز يعني اقتصادها على الزراعة والثروة الحيوانية، نعم، تقريبا 50% وأكثر، و 50% تتركز الاقتصاد الأفغاني بالتجارة. وحاليا التجار الأفغان لا يمكن لهم الاستثمار في أفغانستان، لا يمكن لهم الاستيراد والتصدير لأفغانستان ومن أفغانستان لأجل هذه العقوبات الظالمة. فطبعا فتح مجال التجارة لأفغانستان ستساعد 50% لرفع هذه الأزمة التي هي يعني سببها الأصلي هذه العقوبات الظالمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.